أخبار عديدة ومتنوعة نوجزها لكم في أخبار الحياة. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، من بينها أكبر مجمع لإنتاج الأسمنت والجرانيت في الشرق الأوسط والذي تم إنشاؤه بتكلفة بلغت نحو 1.1 مليار دولار خلال 18 شهراً. ويضم المشروع 3 مصانع كبرى لإنتاج الأسمنت، كل منها يحتوي على خطي إنتاج بإجمالي 6 خطوط تنتج 36 ألف طن أسمنت يومياً. افتتحت السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء دار رعاية الفتيات بالعجوزة، هذا وقد قامت سيادتها بجولة تفقدية بالدار تابعت خلالها الأنشطة الفنية والرياضية للنازلات، وأوصت قرينة رئيس الجمهورية بضرورة توفير كافة سبل الراحة والإعاشة للنازلات والاهتمام بتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهن، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على هذا النموذج في كافة الدور المماثلة. بدأت اليوم الأربعاء مهلة الشهرين الإضافيين لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى 15 من أكتوبر من العام الجاري، تنفيذا لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية. وجاء في بيان الوزارة أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة. أعلنت وزارة الداخلية القبض على 13 قيادياً بجماعة الإخوان الإرهابية الهاربين بمحافظتي سوهاج والبحيرة، وذلك ضمن استمرار جهود الوزارة لتدعيم ركائز الأمن وإحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الوضع الأمني والنيل من مقدرات الوطن. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان إن غداً الخميس آخر موعد لتقديم استمارات البيانات الواردة بكراسة الشروط ودفع المقدمات لحجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع سكن مصر التي تطرحها الوزارة. شهدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص لتوفير 70,000 فرصة عمل، وذلك في إطار برنامج فرصة لتأهيل وتشغيل القادرين على العمل. واستمرارا مع أخبار وزارة التضامن، حيث أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنها عقدت اليوم الأربعاء العديد من الاجتماعات، منها لجنة لإغاثة السودان لتقديم مساعدة إنسانية بسبب ما يواجهه البلد من سيول وأمطار، واجتماعا ووزير المالية لمناقشة مسودة قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية. وإلى هيئة قناة السويس، حيث أعلن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة أن القناة شهدت اليوم الأربعاء عبور 51 سفينة بحمول 3.6 ملايين طن سفن حاويات من الاتجاهين. وإلى وزارة الصحة التي أعلنت عن وفاة الحالة 14 بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك لحاجة من محافظة بني سويف تتبع حج السياحة. وتحل اليوم مئوية ميلاد الموسيقار الراحل محمد فوزي الذي عرف بتلحين وأداء الأغاني الخفيفة الرشيقة واستخدام الجمل الموسيقية الجريئة والخارجة عن المألوف في زمانه، هذا إلى جانب شغفه بتقديم أغاني بموضوعات جديدة.